انا نعطيك واحد الكيكات صافي. دابا نبغيو باش ندوزو الكوت تاع العشيه. هي فعلا واحد الكيكه بالقهوه مقطره، عندنا فيها ثلاثه ديال البيضات، كاس ديال العنبه ديال الزيت، يكون ما عمرش بزاف يبقى فيه صبيه ما يكونش عامر حتى الفوق، وكاس ديال الفانيله، جوج فاني، كاس تاع الحليب، معلقة كبيرة ديال الكوفيتير، جوج معالق ديال الكاكاو، جوج خمار حمرين، والتزيين غيخصنا كاس ديال دانون، وكاس تاع القهوة مكترة، وشكلاط أسود حسب الرغبة. غادي نطربوا البيض والسنيدة، مقادير كلهم راكو شفتي داك تعرفوا كيفاش يخدموا الكيكة، وندخلوها للفران تطيب عادي. منين نخرجوها من الفران غادي نفتوها بداك الكاس اللي درنا فيها القهوة مقطرة ونخشيوها في الثلاجة. تجمع مزيان حيت فاش نخوي لها الكاس القهوة كتكون اللي جارية كتلصق، فنخليوها تجمع راسها عا نحيدوها من المول ما نحيدوهاش منه. منين نخرجوها من الثلاجة غنخويوها في الطبسيل اللي بغينا نقدموها فيه، وندهنوها بسمو وندهنوها بداك الكاس ديال دانون مع الشكلاط ندوبو دماغي وندهنوها ونزوقها بالفرنيشيل ديال الشكلاط. تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحة. وعندنا واحد الكيكة ديال بيض وبيض، تنسميوها كيكة بيض وبيض، هي كيكة الحامض تجي خفيفة وزوينة بالنسبة للناس اللي عزا عليهم النكهة ديال الحامض. عندنا كيكة بيض البيض فيها خمسة ديال بيض البيض، خمسة بيض البيض، غنطربوهم شوية الملحة، نطلعو المرنج. نطلعو المرنج عادي. ياك نخليوهم جانبان. ناخذ جوج ديال الصفار البيض اللي من دوك الخمسه طولينا، ناخذ غير جوج ونحتفظوا بهذوك ثلاثه تنديروهم في حاجه اخرى في شي اومليت ولا ما نرميوهمش. جوج ديال الصفار البيض مع 12 معلقه ديال فنيده كبيره وسته المعالق ديال الزيت وقشره ديال ليمونه او حامضه، نطربوهم ونزيدوا عليهم 10 ديال جوج حامضات. ناخذ جوج حامضات نعصرهم وناخذ الماء ديالهم ونديرو مع هذا الخليط، ومن 10 حتى 12 معلقه ديال الدقيق وفانيليا، نضربوا هاد البيض هاد الصفار البيض والحامض وهاد الشيء اللي قلت لك بقصة المعالق ديال الزيت وقشرة الليمون، نطلعهم بوحدهم وناخذهم ونزيد معاهم دقيق وناخذهم ونخلطهم بسباتيل اللي في معلقة من فوق لتحت مع هذاك بياض البيض اللي طلعنا. واخا حيت هي تدي خفيفة، تدي خفيفة بزاف، تدي بحال الطوز وتدي زوينة. الخمارة شحال؟ خمارة واحدة؟ واحدة ولا جوج خمارات؟ جوج خمارات. جوج خمارات. جوج خمارات واخا. نخلطوهم كما قلت لك. يعني داك الخليط الاول ديال صفار البيض هو اللي غادي نضيفوه على الخليط ديال المورينغ داك البيض. لا سما ما فيهاش الخماره. ما فيهاش خماره واخا. لا ما فيهاش الخماره، راه شفت ما فيهاش الخماره. حيت الحامض، حيت الحامض تيخدم لينا الخدمه ديال الخماره، تعرفي الحامض حيت تيتشتش مثلا وطلعنا المورينغ ما تنديروش الخماره. واخا. لا ما فيهاش. صافي فيها غير الطحين وهاد المقادير اللي عطيتينا. فيها غير الطحين وهاد المقادير اللي عطينا مع الحامض والمرنج، ما تحتاجي كاع ديري الخماره وكتجي من فوقها. واخا. لانه حتى بيض البيض طلعناه بزاف، يعني مورينغ حتى هو غادي نفخلنا الكيك. لا مزيانه كتجي فيها الثقيل كم هو من الوسط. غير هو واحد الحاجه فاش ندهنوا اللومو اللي غنديروا فيه هاد الكيك يكون كبير. ايه واخا. وعيني مزنه يكون بنص. يكون وصل لك الخليط في النص، ما يكونش عامر بزاف باش ما تفيدش لك الكيكه. ايه واخا. صافي فاش كنخرجها نخليوها حتى تبرد، عاد نزموليوها ما نحيدوهاش حتى تبرد، عاد نقلبوها في الطبسيل فاش بغينا وغنوجدو لها واحد كلاصاج. غناخذو فيه كاس ديال السكر كلاصي مع واحد ربع كاس ديال الحليب وقطرات ديال الحامض او روح الحامض. ايه صافي كنطلقوه غير بيدينا هكا باش ما يبقاش لينا داك السكر كلاصي يدوب مزيان مع داك الحليب. نزيدو ليه غير واحد شويه الملون ابيض اللي عنده، اللي ما عندوش بلاش ما يديروش. الملون ابيض اللي كنستعملو في الحلويات. يزيد واحد شويه من يا اما بودره يا اما هذاك اللي تيكون في الكيكات. نزيدو له واحد شويه تاع الملون ابيض باش يكون ناصع باش يبان. ونخوه على داك الكيك من الفوق ونقدمه بصحة وراحة.
يعطيك الصحه. هذا سهل، هذا الكيك وخفيف كيف قلتي لنا، يعني ما فيش مقادير بزاف والطريقه ديالو سهله.